يعني اجراءات تركيا نحو الكورونا. بشكل عام كانت اجراءات ليست بالقويه ولا الرادعه منذ اليوم الاول في تركيا، وكان الهم الحكومة التركية عودة السياحة في موسم الصيف الماضي على الرغم من عدم قدرتها على مواجهة فيروس كورونا أو اللعب أو قدرتها على تقليل عدد الإصابات وعدد الوفيات. وفي نفس الوقت السكند ويف واضحة جدا في تركيا بإصابة إبراهيم قالن ووزير الداخلية سيمان سيولو. فأنت عندك كده مشكلة كبيرة في مواجهة فيروس كورونا في داخل تركيا، وتم رصد واكثر في اكثر الموقف عجز تركيا عن السيطره عن هذا الفيروس ورفض عدد كبير من الدول الاتحاد الاوروبي عوده السياحه في تركيا. يعني علاوه على ما يعانيه الاقتصاد التركي استاذ محمد اليوم، يعني هذا الحظر الجزئي يعني كيف سيؤثر على الاقتصاد وعلى الشارع التركيين؟ لا بشكل كبير بيأثر على الاقتصاد في ظل اصلا ارتفاع سعر العمله في الليره، فشل براق البرق في اداره ملف الاقتصاد، معاناه الاقتصاد التركي منذ عام 2018 في افلاس الشركات، في ازمات عده حدثت امام اعين وتحت بصر وعين المواطن التركي، واعلم جيدا فشل حكومته في اداره ملف الاقتصاد وفي وقف نزيف العمله، ووقف او محاوله تحقيق فرص اكبر في يعني فرص عماله اكبر، تقديم نسبه البطاله، كل هذه الامور فشلوا فيها. وبالتاكيد جاء فيروس كورونا يزيد الصين، بل قبل فيروس كورونا كان هناك مشكله في التعامل مع الملف الاقتصادي، وايضا بعد فيروس كورونا هناك مشكله في التعامل مع الملف الاقتصادي. نعم نشكرك جزيل الشكر مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسيه والاستراتيجيه الاستاذ محمد حامد، اشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشره من القاهره.